ده هو اللي عامل الحاله اللي احنا شايفينها لتشيلسي حاليا. بالنسبه لليفربول زي ما احنا قلنا ان هو ما كانش بادئ بالعناصر الاساسيه، ربما عناصر قليله جدا زي فيرجيل فان دايك مثلا كان، وهو اللي انهى المباراه طبعا. يعني أليسون كان مصاب طبعا، صلاح مصاب، جوتا مصاب بالظبط كده، جوتا مصاب. ليفربول عنده برضو اصابات كتيره الفتره الاخيره، ولو انا شايفه ان هي يعني كلوب قادر يظبط التوليفه بتاعته ويسير على نفس النهج على الرغم انه ما كانش بادئ بيه الموسم ده. يعني ليفربول كان بعيد في بدايه السيزون عن المنافسه على بريمير ليج، وما كناش متوقعين ان هو ممكن يرجع بالشكل ده يعني. بس يعني الواقع اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي ان هو متصدر الدوري الانجليزي. طب انت عندك دلوقتي جول كان لليفربول واتلغى، بعد كده جول بتاع تشيلسي واتلغى. ناس قالت لك ده جه علشان كان الجول بتاع ليفربول مؤكد لكن كان فيه خطا في القرار التحكيمي، بتشوفي ده فعلا ولا لا كان يعني كان صحيح ان هو يتم الغائه؟ بصي انا نسيت اقول لك خالص لما كريم سالني السؤال على مباراه ليفربول وتشيلسي، ان كان اصلا بطل المباراه كان التحكيم. حقيقي كان يعني من أسوأ المباريات اللي اديرت تحكيميا بطل المباراه من الناحيه الثانيه يعني للفريقين أخرى. للفريقين، لانه يعني كل واحد طبعا طلع يتكلم، طبعا ليفربول كسب فتمام، بس لو كان خسر كان هيتكلم على الاخطاء التحكيميه اللي حصلت في المباراه. تشيلسي نفس الكلام، حتى بوتشينيو كان ليه تصريحات قبل المباراه اصلا على التحكيم، انه شايف انه التحكيم يعني بيجامل ليفربول، وليفربول طبعا بيشوف ان هو مش بيجامل تحكيميا خالص يعني. بس طبعا طبعا الـ الهدفين لو كانوا جم، وهدف فان دايك لو كان جه، كان هينهي المباراه من بدري يعني. وعدم احتسابه برضو دي كان فيها شك كبير يعني، يعني ما بقيناش فاهمين ليه يعني، ليه ما هي زي ما احنا حافظين زي ما احنا عارفين هي هدف. برضو كان في طرد لتشيلسي وما تمش، فالمباراه كانت غريبه جدا تحكيميا يعني. اللي كان بيحكم بقى تحديدا جنسيات ايه؟ لا ما يعني ما اعرفش بالظبط كان الجنسيه بتاعت حكم المباراه كانت ايه يعني. عشان نعرف بس ده جاي من لا شرط، بس غالبا عادي هم بيبقوا انجليزي يعني، مش بيبقى مش بيبقى حاجه من بره يعني. تعالي بقى نقف شويه عند يورجن كلوب، اللي من بعد ما اعلن من فتره انه هيرحل عن ليفربول بنهايه الموسم ده، ناس كتير ربطت بين رحيله وبين رحيل محمد صلاح من منطلق ان شايفين هم يعني ان محمد صلاح جزء كبير من استمراريه وجوده مع ليفربول هو يورجن كلوب شخصيا، نظرا لخصوصيه العلاقه اللي ما بينهم والمحبه المتبادله. رايك يعني انعكاسات رحيل يورجن كلوب على محمد صلاح تحديدا هتبقى عامله ازاي، ورؤيتك لمستقبل محمد صلاح نفسه مع ليفربول الفتره اللي جايه؟ خلينا نقول انه ممكن يبقى في تفكير ان محمد صلاح ما يكملش مع ليفربول. هو لسه عقده طبعا لسه مجدد قريب، فعقده لسه هيبقى مستمر. بس وانس ان طلعت اخبار او طلع ليفربول يورجن كلوب نفسه اعلن انه مش هيكمل او خلاص ده اخر موسم ليه مع ليفربول، بدانا نشوف التقارير الاخرى بالظبط عن العروض السعوديه بالظبط كده بالظبط كده، اللي بتربط محمد صلاح بالانتقال مره ثانيه للدوري السعودي، وارقام خيالية وأرقام خرافية. ربما يحصل ضغط على محمد صلاح إنه هو يخوض تجربة في الدوري السعودي، ولو إن أعتقد يعني إن دي ممكن تبقى آخر اختيارات محمد بالزبط. صلاح ممكن تبقى آخر اختيارات صلاح إن هو ينهي مسيرته في الدوري السعودي، لأن هيبقى صعب بقى لو أنا رحت الدوري السعودي أنا أرجع تاني أوروبا، أعتقد الأمور هتبقى بالنسبة له صعبة يعني. فلسه صلاح قدامه مشوار في الدوري أو في أوروبا عموما يعني، ممكن يكملوا سنتين ثلاثة أربعة، فأعتقد مش هيبقى في داعي للاستعجال. أنا ممكن أروح الدوري السعودي في الفترة الحالية يعني، بس ارتباط